المؤيد عبد الحسن توفيق ضابط حماية مستشفى ابن النفيس. حماية المنشآت الصحية، حماية الكوادر الطبية، حماية الممتلكات الخاصة بوزارة الصحة، يعني الصحة ومنشآت الصحية التابعة لها، حماية الناس اللي يرقدون داخلها، حماية الإسعاف الطبي، حماية كل شخص يدخل إلى مستشفيات الصحة على المستشفيات والدوائر التابعة لوزارة الصحة. نقوم بعمليات حماية لمناقلات الأدوية وسيارات الأسعاف في حالة خروجها إلى مثلا من مكان إلى مكان، وخاصة في حالات الطوارئ يعني الانفجارات أو ما شابه. عملنا كوحدة حماية تفتيش الناس الداخل إلى المستشفى تفتيش دقيق، وحمايتهم يعني حماية التأمين المستشفى من مخارج ومداخل المستشفى، السرقات اللي قاعدة تقوم يعني اللي بدنا نلزمها بالمستشفى، تصعد إلى السيد عامر وحدة الحماية واتخذ الإجراء اللازم بأخذ كشف إلى إدارة المستشفى ومن ثم إلى دائرة صحة بغداد وإلى المفتش العام. ضبطتم مثل إيش حالنا؟ نعم ضبطنا، في يعني صارت كم سرقة بس الآن الحمد لله والشكر ماكو. في حالة الانفجار وحالات الطوارئ يعني نعتبرها مو الانفجار، يعني أي حالة طوارئ تكون بها عدد من الضحايا كلش كبير، نتخذ تدابير خاصة بخصوص هذا الموضوع. نتخذ هذه التدابير الإجراءات الأمنية، يكون مثلا من ضمن الأمور أنه نقطع الطرق ونسهل عملية دخول سيارات الأسعاف إلى داخل المستشفيات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجيش، نتخذ يكون في التعاون مشترك ما بيناتنا على مود نسهل عملية وصول الجرحى أو المنطقة المنكوبة، عملية سير سيارات الأسعاف تكون أسهل. لا طبعا انقسم ثلاث مجاميع، يصير مجموعة خارجية تأمن الحماية للسيارات التجي أو الناس التجي، ومجموعة ثانية تفتش، ومجموعة ثالثة تساعد الكادر الطبي مثلا ننقل الجرحى للتحويل، نجيب الإسعافات يعني ناخذ التحويل ونحولهم، والمواد الطبية نهيئها أهم لهم إذا كان انفجار قوي كادر من الكفيلات نقوم بمساعدتهم والطوارئ. ديره بالناس يا موجود.